بيقول متى كانت وبدأت علاقة المسيح بالروح القدس، وأين كان ذلك الأقران قبل ذلك؟ علاقة أقلوم الابن بالروح القدس منذ الأزل، منذ الأزل قبل التجسد وقبل كون العالم، لأن الروح القدس هو روح الآب وهو روح الابن وهو الروح في الثالوث القدوس. إذن فعلاقة الابن بالروح القدس منذ الأزل. وأين كان ذلك الأقنوم قبل ذلك؟ أقنوم الروح القدس موجود منذ الأزل طبعا. إذا كان هو روح الله يبقى هل ربنا كان بدون روح منذ الأزل؟ كان بروح، والروح بتاعه هو الروح القدس. كمان تجد في الإصحاح الأول من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفع الوجه المياه. ده من أول بدء الخليقة، من قبل أن يخلق الإنسان الأخنوم موجود. وفي المزمور بيقول على الحيوانات اللي تموت ترسل روحك فتخلق، تخلق الكائنات دي يعني.